بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كل امين. النهارده حبايبي اربع البصخه، وفي هذا اليوم الكنيسه حددت ان من النهارده كان او من امبارح بالليل بتمنع فيه السلام والقبلات. مجرد ان احنا ندخل الكنيسه بنسلم على بعض بانحناء ولا نقبل الإنجيل، ولكن نسجد من بعيد تبكيتا لقبلة يهوذا وخيانته. وأيضا النهاردة بيسمى أربعة أيوب، لأن أيوب بيشبه مثل لربنا يسوع المسيح في احتمال الألم، وإن عدو الخير هاج عليه زي ما عدو الخير ما هاج على ربنا يسوع المسيح، وابتدى يحرك عليه يهوذا واليهود والكتبة وصلبوه. فعدو الخير هاج على أيوب، لذلك في هذا اليوم الكنيسة بتسميه أربع أيوب. لكن أحداث النهاردة اللي احنا سمعناها من الصبح بتدور حوالين حدثين مهمين قوي في حياتنا. حدث يهوذا اللي خان ربنا يسوع المسيح، وحدث سكب الطيب من النساء اللي حبت ربنا يسوع محبة كبيرة. يهوذا كان تلميذ، ويهوذا كان من 12 مختار من ربنا يسوع المسيح، اختارهم. ويهوذا كان قريب جدا، وهو كإنسان متعلم وكان غني، ولكن محبة المال كانت مالية قلبه. يهوذا مشي مع ربنا يسوع المسيح مش علشان بيحبه، ولكن التصق بيه من أجل أن هو يوصل لمنصب أو لكرامة معينة ياخدها. وكان منتظر أن المسيح له المجد، يكون ملك أرضي، فهو يمسك مركز معين يبقى له كرامة كبيرة. ولكن لما لقى أن ربنا يسوع المسيح جاي يؤسس مملكة ليست في هذا العالم، وبيتكلم عن الصليب، بيتكلم عن الموت والقيامة، طبعا فقد صوابه وراح بذاته علشان يتشاور مع اليهود علشان يسلمهم ربنا يسوع المسيح خلوا من الناس. عمل الخيانة اللي قام بيه يهوذا عمل صعب جدا، وأخاف أن أقول أن ممكن يكون في ناس موجودة في الكنيسة لهدف معين مش المسيح. واحد بيدور على ذاته، واحد بيدور على كبريائه كرامته، واحد بيتربح من وجوده جوه الكنيسة. كل الكلام ده يعتبر خيانة لربنا يسوع المسيح. ولكن مش عايزين نتكلم عن يهوذا الخاين كتير، ولكن عايزين نتكلم عن المريمات اللي سكبت الطيب. عمل الحب ودايما عمل المحبة يفوق كل شيء. والنهاردة شفنا ثلاث قصص لسكب الطيب. في متى، إنجيل متى 26، وإنجيل مرقس 14، إنجيل يوحنا 12، إنجيل لوقا 7. وقصة إنجيل لوقا 7 قصة المرأة الخاطية، ودي تمت قبل حدوث أو فكر الصليب بفترة طويلة، وبالتالي هي بعيدة، ولكن بتبين قبول ربنا يسوع المسيح لعمل الحب من هذه المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان الفريسي اللي كان عازم المسيح، ودخلت من وراه علشان تنحني وتقبل قدميه
وتنزل الدموع على قدمين تغسلهم بدموعها وبعدين تمسحهم بشعرها وتحط على القدمين الأطياب لأنها رأت إن دموعها نجسة وشعرها نجس ووضعت الطيب على قدمي يسوع علشان تشيل النجاسة من رجلين. هذا العمل عمل عظيم ربنا يسوع المسيح اتكلم عنه، ورغم أن سمعان تكلم في قلبه على المسيح له المجد، ولو كان نبي كان علم من هذه المرأة أنها لا خاطئة. ربنا يسوع المسيح دافع عنها وقال له أنت ما قمتش بواجب الضيافة، أنا دخلت بيتك وماء لرجلي ما عطتنيش، هي غسلت رجليها بدموعها، قبلة لم تقبلني هي منذ دخلت وهي لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. وابتدى يكلمه عن الحب، واحد مداين، اثنين عليهم دين، واحد 551، والسيد سمحه مين يحبه أكتر؟ قال له اللي سمحه بالخمسمية، قال له بالصواب حكم. وقال للمرأة قال له هذه قد أحبت كثيرا لذلك غفر لها كثيرا. وبالتالي ربنا بيعلن هنا عمل الحب الكثير قوي بينال غفران للخطية. والنقطة دي هنتكلم عنها في نقطة التوبة بتاعتنا. القصة الثانية قصة مريم أخت لعازر اللي قال عنها كتاب قبل الفصح بست أيام اللي هو يوم السبت اللي فات. طبعا كان حدث إقامة لعازر تم من فترة صغيرة، ولكن تم له عمل وليمة كبيرة، وجت مريم وأخت العازر وأخت مرسى تقعد تحت رجلين المسيح تسكب الطيب أيضا وتمسح قدمي يسوع بشعرها. وهنا ابتدت التلاميذ تتقمقم وتزعل وتقدر أن هذا الطيب قد أتلف. ما هذا الإتلاف؟ كان ممكن يباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء، قدروه الفلوس دي تتعطى للفقراء، لكن ربنا يسوع المسيح قال لهم الفقراء عندكم تقدروا تعملوا معاهم اي عمل. وبالتالي نجد مريم اللي عرفت توصل لقدمي يسوع باستمرار، ازاي تقعد تحت قدميه وازاي تدنهم بالطيب وازاي تمسحهم بشعرها، ازاي تقعد تسمع ربنا يسوع المسيح بكلامه المحيي. ولما مرسى ابتدت في اول مره تزعل قال لها مرسى مرسى انت تهتمين بامور كثيره، اما مريم فاختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. يا بخت الانسان اللي يعرف طريق رجلين المسيح، قدمي يسوع موجودة، والإنسان اللي يقدر يوصل إن يقعد تحت قدمي يسوع إنسان عرف إزاي يوصل لقلب يسوع وإزاي ينال غفران للخطية وينال ملكوت السماء. الحدث الثالث في الفت بالطيب كان قبل فصح بيومين اللي هو الأربع زي النهاردة، ودي امرأة مش معروفة وجت أيضا وهو قاعد في بيت سمعان الأبرص، وابتدت مش تسكب الطيب ده، كسرت القارورة وسكبت الطيب سكب على رأس المسيح. وهنا يهوذا اشتعل غضبا، ده القارورة دي بتساوي 300 دينار، 300 دينار لما نحسبها مبلغ كبير قوي وقتها، ولكن يهوذا عشان بيقدر كل شيء بالمال، في إنسان بيقدر كل عمل بالمال، ده يساوي كام؟
ويقدر المال لأنه قلبه بيحب المال. فيهوذا كان من النوع ده، ولكن ربنا يسوع المسيح قال لهم إيه؟ قال لهم هذه حفظت هذا لتكفيني. عملت الكلام ده لتكفيني لأنه يعلم إن يوم الدفنة هتبقى في الوقت ضيق جدا، ونيقوديموس مش هيلحق يكفل المسيح التكفين السليم. عشان كده طلعت مريم يوم القيامة الصبح مع الأطياب تكمل عملية الدفن أو عملية وضع الأطياب. أحبائي، دول ثلاث قصص بيبينوا قد إيه الطيب المسكوب على المسيح له المجد. وفي التسبيحة بتاعت باكر في الكنيسة يقول لك فيها حتة كده جميلة، يقول لك كالطيب المسكوب أو على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين، يمسح الشيوخ والشبان والصبيان. وبالتالي هذا الطيب محبوب جدا لقلب يسوع. ولكن نرجع ونقول يا رب يسوع، هل أنت بتحب أزايز الريحة؟ يعني لو جبنا ريحة دلوقتي وسكبناها عليك على صورة على هتبقى مبسوط؟ قال لك الموضوع مش موضوع ريحة، الموضوع موضوع القلب المسكوب والقلب المليان بالحب. القلب المليان بالحب ربنا عارفه، ربنا يعلمه كويس قوي. وأي عمل، أي عمل صغير أو كبير بيعمل بدون محبة ملوش قيمة. يعني ممكن تلاقي واحد بيخدم خدمات كثيرة جدا ووقت كبير جدا بس بلا حب، كل العمل اللي بيقوم به ملوش قيمة. وممكن واحد يعمل عمل صغير قوي ولكن بحب يعمل ايه؟ له قيمة كبيرة قوي عند ربنا. وده بصينا الكلام ده مع ربنا يسوع المسيح مع الناس اللي بتضع العطايا بتاعتها في الهيكل. ناس بتدي تدي كتير والعملة بتنزل في الصندوق وبينة، ولكن هذه المرأة المسكينة اللي جت أعطت الفلسين كل معيشتها، أعطت بإيه؟ أعطت بحب. الآخرين أعطوا علشان يمجدوا، كل واحد بيتبارى دفع قد إيه، مين أكتر، مين عمل العمل، مين اللي جابه ومين اللي جابه. أوقات معينة واحد يقول لك يجي لأبونا يقول له عايز أعمل ستر بس هكتب عليه الاسم الفلاني. اسمه إيه؟ إيه لازمته؟ العمل ده اللي أنت بتعمله ده عمل إيه؟ عمل حب، وربنا شافه خلاص، يبقى مش موضوع اسم. أو واحد يقول لك أنا عايز أعمل كرسي وأكتب عليه اسمي. ليه؟ هيعمل إيه اسمك على الشيء؟ ملوش قيمة. وبالتالي العمل لو تم بهذا الأسلوب، ما أنت أخذت الكرامة، عملته من أجل كرامة الناس تدي لك كرامة، وبالتالي ما فيهوش حب. ولكن ناس كتير جدا بتقوم بأعمال إن كانت بسيطة أو كثيرة بدون أي حد ما يعلم عنها حاجة. ياما ناس تدي بتجيب عطايا وتحطها في إيد أبونا وتمشي. دي بناس إيه؟ وأبونا ما يعرفش كام، أو بيعملوا عمل معين بيساعدوا أسرة معينة بغير ما حد ما يعلم عنهم حاجة، ده عمل حب. النهاردة عايز نتكلم مع بعض هذا الحب العميق جدا. يا رب يسوع، النهاردة أنا ابنك وجيت أنت اتصلبت عشاني ووضع على رأسك إكليل شوك ودمك اتسفك من أجلنا وفادتنا عشان تحررنا من عبودية الفكر الخاطئ ومن عبودية العالم، عبودية إبليس، وتديني حرية. عايز مني يا رب، نفسي أقدم لك طيب. أول نقطة طيب التوبة. طيب ليه؟ طيب التوبة.
التوبة دي أحلى طيب ممكن الإنسان يقدمه ويسكبه على قدمي يسوع، زي ما عملت المرأة في بيت سمعان الفريسي. هي عارفة أنها خاطئة وعارفة أنها غير مقبولة وصعبة أنها تدخل، ولكن دخلت، وبشكلها الصعب ده كله ابتدت تنزل عند قدمي يسوع. علشان تعمل ايه؟ اول حاجه تزرف الدموع. ايه الدموع دي؟ الدموع دي غاليه قوي على قلب ربنا، دموع غاليه قوي. الدموع دي اغلى من الطيب بالنسبه لربنا يسوع، لان الدموع دي طالعه من القلب، قلب عارف انها خاطيه، قلب عارف انه ما تستاهلش انها تلمس رجلين يسوع، ولكن بكل الحب لأنها حبت كثيرا غفر لها كثيرا. يا ترى توبتنا شكلها ايه؟ توبتنا شكلها ايه؟ هذه المرأة اتغيرت لأن قدمت توبة حقيقية من القلب بدموع. كتير مننا بيجي يعني بكل جفاء علشان يقدم توبة أو يعترف، ونيجي نعترف ونرجع للخطية مرة تانية، ويسوع بص كده فين الحب؟ ما أنت لو بتحب يسوع مش هترجع للخطية. السر وراء أن أنا برجع للخطية مرات مش علشان أنا ضعيف، إحنا ضعفاء وكلنا خطاء، ولكن السر كله أنا محبتي ليسوع نادرة، قليلة جدا. لو أنا بحب يسوع قوي صدقوني ما حدش هيرجع للخطية مرة تانية، هنموت ولا نيش إن أنا أعمل خطية. يجي واحد كبير قوي يقول لأبونا، كبير في السن، يقول لأبونا عايز أعترف يا أبونا، يقول له أنا بقالي سنين طويلة عمر كبير ما اعترفتش، يقول له حلو اعترف. قال له عملت كل حاجة، كل الخطايا اللي انت عارفها أنا عملتها. بعدين أبونا بص له كده، بس ما تكسفنيش، ما تقوليش قول. فأبونا كده بص له قال له إيه؟ طب أسألك سؤال، أنت بتحب يسوع؟ فالراجل إيه من كتر محبته قال له بحب يسوع جدا جدا. وابتدى هذا الرجل الكبير في السن يعمل ايه؟ يبكي. ابونا قال له خلاص ده انت اخذت التوبه واعترفت احلى اعتراف، وابتدى يديله التحليل. حبايبي التوبه عايزه قلب يتحرك، عايزه قلب عارف ان هو خاطئ. كنا من ايام بنعيد بعيد القديسه مريم السائحه او مريم القبطيه اللي قعدت سنين طويلة جدا في النجاسة، وطلعت أورشليم علشان تعمل خطية مش علشان تزور الأماكن المقدسة، ولكن هناك لقت إيد بتمنحها من دخول الكنيسة. رفعت عينها للست اللي عدى صورتها وقالت لها إيه؟ أدخل أخذ بركة ومش هرجع للخطية مرة تانية. دخلت وقال لها صوت قال لها اطلعي، بريت في برية الأردن هتجدي راحة. تطلع تعيش 17 سنة بتعمل ايه دي؟ 17 سنة بنت فتاة وبرية مليانة بالوحوش وما عندهاش أكل، كل اللي أخذتهم معها واحد عطاها وهي ماشية، ربنا بعت لها واحد عطاها 3 دراهم اشترت بيهم 3 خبزات كل اللي تملكهم. طلعت تعيش 17 سنة مع يسوع، دي عايزة ايه؟ ده حب. ده واحدة عايزة تتوب. تعالى دلوقتي نقول لواحد بيتفرج على نجاسة، بيتفرج على أشياء، حبيبي ممكن تقطع ده أو تبعد عن المواقع دي. يبص لك يقول لك هو في حد دلوقتي يستغنى على الفيسبوك؟ ينفع ازاي؟ ما ينفعش. نحن نتعامل مع يسوع بكل برود، ويخلي العالم
يفوق أو يدخل لقلبنا بمياهه الرضية، وفي نفس الوقت قاعدين في الكنيسة بندخل نتناول من غير توبة. والأكثر من كده ممكن تلاقي اثنين متخاصمين وبيتجرؤوا، بقول بيتجرؤوا إن يدخلوا يتناولوا من جسد المسيح ودمه وهم إيه؟ هم متخاصمين. وممكن واحدة داخلة وواحدة طالعة، كل واحدة تقول لوشها الناحية التانية، ما يسلموش على بعض عشان العينين ما تجيش في بعض، وجم ده إيه؟ عايزين يتناولوا. هذه خيانة للمسيح، خيانة بالخون. يبقى عمل التوبة هو عمل انسكاب الطيب على قدمي يسوع. اسأل يسوع كده وقول له ايه رأيك في مريم؟ يقول لك مريم دي عزيزة على قلبي قوي. ايه رأيك في موسى الأسود؟ عزيزة على قلبي قوي. ناس دي عانت في توبتها. تاني حاجة عشان أقدم طيب مسكوب على رجلين المسيح، طيب دموع الصلاة. الصلاة اللي بقت دلوقتي أقول إيه؟ بقت يا إما روتين يا إما مش موجودة. وخلينا نعترف كلنا بلا استثناء، وأنا أقولكم نقف نصلي نشت، لأن الدنيا وغدانا، مشاكل الدنيا جوه قلبنا وعقلنا. فلما نيجي نقف، اللي بتفكر في المطبخ، واللي بتفكر في ولادها، واللي بيفكر مش عارف ايه، واللي بيفكر في ماتش الكوره، واللي بيفكر مش عارف ايه، ودماغنا سرحانه. وكتير من كلنا نقول بديت وانتهيت، ما عرفتش انا صليت قلت ايه. او نيجي ندخل الكنيسه نحضر القداس، وكل واحد ماسك له مجله، اللي ماسك مجله، واللي بيحكي جنب مع اللي جنبه، ونطلع نقول ايه؟ صلينا القداس. هذه خيانه، خيانة للمسيح، بخونه مرات ومرات. ولكن سكب الطيب محتاج لإنسان يصلي من أعماقه. داود النبي لكن من أعماق صرخت إليك يا رب. من الأعماق، هل صلاتي من جوه؟ هل أنا باجي بقول لأبونا يا أبونا أصلي إيه؟ وأصلي كم مزمور؟ في واحد بيحب يسوع جاي يفاصل، يصلي ايه ويصلي كم قد ايه؟ صلي، صلي على قد ما تشبع. اقعد مع حبيبك، حبيبي يسوع انا دخلت معاه، دخلت اليه، دخلت الى جنته، يقول انا محتاجه لايه؟ ادخلني الى حجاله. حجال ده الشيء الخاص بتاعه، الأوضة الخاصة. هيعمل ايه في الأوضة الخاصة؟ يقول لي أسرار كتيرة جدا. يبقى هنا الصلاة ليها معنى، ليها شوق، لأن الصلاة دي تهز الجبال، تنقل جبل مقطم. دي اللي ايه؟ ده اللي بيصلي بايه؟ بيصلي بقلب، بحب. لماذا؟ ليه مشاكلنا مش بتتحل؟ وليه بيوتنا مش قادرة تاخد فيها، تبقى فيها الاستقرار والسلام؟ ما فيهاش صلاة. ولو فيها صلاة تبقى فيها صلاة شكرية. لو بنصلي صح، عدو الخير مش ممكن يدخل بيتنا إطلاقا. لو في قلب مكسور، قلب بيصرخ، مش ممكن عدو الخير يدخل. يقول لك أحد الآباء راح للأنبا يؤنس القصير، يحنس القصير، لقى الشياطين مربوطة على باب قليته. من صلاة القديس يحنس ربط مين؟ الشياطين مش قادرة تتحرك. ايه ده؟ ما دي صلاة. يقول عن أبونا ميخائيل، أبونا إبراهيم، ميخائيل إبراهيم اللي كان يعتبر أب كثير من البابا شنودة وكثير من الأساقفة والكهنة، كان دايما قلبه بيصلي. أبانا الذي دي على لسانه على طول، أبانا الذي نحن بنصلها بصورة سريعة بلا فهم. هذه الصلاة هي الصلاة الوحيدة التي علمها المسيح. قلها بتركيز، اسم يسوع حلو،
اسم يسوع دهن مهراب، دهن يعني طيب. وبالتالي لما تقول اسم يسوع بتلذذ تحصل ايه؟ انت بتسكب الطيب على رجلين المسيح. ربنا يسوع المسيح بيفرح بيك. يبقى عشان تسكب ما احلى تقعد في بيتك، بدل ما تقعد فاتح تلفزيونك اقعد على جنب واتلو صلاة يسوع، واتلي أبانا الذي، قول أبانا الذي كتير، قول صلاة يسوع كتير، هتلاقي متعة ما بعدها متعة، وتلاقي قلبك فرحان جدا جدا جدا، لأنك أنت بتعمل إيه؟ ماسك قارورة طيب عمالك تسكب على جسد المسيح. أسكب الطيب في الخدمة. ربنا يسوع المسيح لما تتضجروا وقال له كان يمكن يباع ب 300 دينار ويعطى للفقراء، قال لهم الفقراء معكم في كل حين، اما انا فلست معكم. حبايبي الكنيسه الاولى عاشت بلا فقير، الكل كان بيبيع ويحط الفلوس تحت رجلين قدمي الرسل، والكل عايش زي بعض. تعالوا دلوقتي جوه الكنيسه فيها الفقير والغني، فيها اللي معاه واللي معهوش، بقينا طبقات طبقية، فيها اللي بيركب عربيات أحلى عربيات، وفيها يعين اللي ماشي ماسك عكاز وعمالك مش رغب ومخلعة، فيها كل حاجة. وبالتالي الطبقية ديت مش بتاعت يسوع، مش بتاعت يسوع، يسوع كلهم كلنا ولاده. يبقى الخدمة مهمة جدا، الكرازة ان انا ادخل واطلع واتكلم عن يسوع بحب. تعالوا دلوقتي الخدام، الخادم ممكن يجي وهو متثقل جدا، رجل ورا ورجل قدام، ويحدد لخدمته وقت. حبيبي ده يسوع، تخدمه ازاي؟ تخدمه بقلبك وبروحك وبنفسك وبمالك وبكل كيانك. لما تخدم وتتعب من أجل يسوع، أنت بتقدم ليسوع قارور الطيب، وربنا بيفرح بيك. ربنا بيفرح بالإنسان اللي بيعيش الخدمة. نقدم قارور الطيب بالعطاء بتاعنا، العطاء السليم، مش العطاء اللي فيه مجد، ولكن العطاء اللي هو فيه حب. في عطاء بلا حب عايز كرامة لذاته، وفي عطاء بحب. تعال شوف كده، الأنبا إبراهام كان يعطي بسخاء، ويقعد طول الليل طول الليل سهران يقول له إيه؟ قلبا نقيا أخلقه فيا الله. طول النهار بيخدم، يقول لك إنه يقعد كده كان يعمل مائدة لإخوة الرب ويأكل أكل زي أكلهم، مش هو الأسقف يأكل أكل مميز. والمرة الوحيدة اللي لقى نزل يبص لقى الأكل اللي أكله غير الأكل اللي أكلوه، كان هيطرد الطباخ، لأنه عارف نفسه إيه؟ أنا وهم ده هم أحسن مني، دول ولاد يسوع، دول ولاد يسوع. يا ترى خدمتنا كده؟ خدمتنا زي المعلم إبراهيم الجهري كان بيعطي بسخاء، ولا إحنا سامحوني دلوقتي الواحد وانا اقول يعني نحن ده نصاب وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه؟ والكل محتاج، والكل في ضيقه، ويسوع يقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه؟ قدم بحب، قدم بحب. لما تقدم بحب انت بتقدم طيب كثير الثمن للمسيح. ايضا طيب الخدمه، الخدمة الخالصة، الخدمة اللي طلع من القلب. طيب الاحتمال بقاش موجود، بقاش موجود، محدش دلوقتي محتمل حد. لو كل واحد حد يكلمه كلمة يعمل ايه؟ يغضب. لا زوج محتمل كلمة ولا زوجة محتملة ايه؟ كلمة. بل احتمال معدوم. الاحتمال حبيبي طيب. ارفع عينك للمسيح المصلوب الذي احتمل من أجلنا، احتمل العار والخزي، واحتمل الصليب والصلب،
والموت من مين؟ من أجلنا، هو بلا خطية، وأنا وإنت مش قادرين نحتمل بعض، متضجرين على بعض قوي، مش مستحملين بعض، مش مستحملين حد يكلمنا أو يغلط. وارد أن يغضب، اللي فيها حد يغضب يغلط، بس المفروض يكون الآخر عنده احتمال. فالشيطان إيه؟ يتحرق الشيطان. يقول لك مرة كده زوج مع زوجته كانت يعني لسانها صعب حبتين، فكانت دايما تشتمه وهو صامت، فابنه ما عجبوش الحال، فراح قال له انت ما تردش عليها ليه؟ قال له حبيبي هي مش هي اللي بتتكلم، ده الشيطان اللي بيتكلم، هرد على الشيطان يبقى البيت له ايه؟ اتقلب نار. ودي الحقيقه، اي حد بيرد على اخر غلط يبقى الشيطان مسك اللسان، الشيطان يتكلم على في افواهنا. بدليل المسيح له المجد لما اتكلم عن الصليب، جه معلمنا بطرس ياخده كده عجب، قال له حاشاك يا رب، قال له ايه؟ ابعد عني يا ايه؟ يا شيطان. يبقى اللي بيتكلم على لسان بطرس مين؟ الشيطان. الشيطان بيتكلم على لسانك، والشيطان بيفكر فيك، بيحط الفكر بتاعه جوه فكرك، وبالتالي احنا بنغلط. ولكن الاحتمال احلى قرور الطيب من الطيب النردين الخالص. وهنا كلمة خالص يعني بسلامة، بنية جميلة، بقلب سليم، بقلب طاهر، بنقدم قارورة الطيب للمسيح له المجد علشان أسكبه على قدمي المسيح. آخر حاجة قارورة الطيب محبة الآخرين، محبة الآخرين. بستعجب أن يكون في أسرة ممكن يكون فيها شق غني، وتبص تلاقي في شق تاني ايه؟ فقير جدا، وشايفين ان الشق الفقير ده تعبان، ممكن يجي الكنيسه ياخد، والغني يقول لك ايه؟ قلبه مقفول، وتلاقيه بيجي الكنيسه ويتفاخر ان هو بيدي، وعنده له اخ او اخت محتاجه، وكتاب يقول لك حبيبي انت بتعمل غلط، اهتموا بعض. يبقى محبة الآخرين أنا أحب أخويا، ولو أخويا محتاج أعمل إيه؟ أجري. تأكد كويس، ما هو يسوع في المحتاج، يسوع في الجعان، هو يسوع موجود دلوقتي عشان أسكب على قدمي الطيب. فين يسوع؟ يسوع في الجعان، يسوع في العريان، يسوع في المريض اللي في المستشفى، يسوع في كل إنسان المسجون. مش هو قال كده؟ كنت مريضا، كنت محبوسا، كنت جوعانا، كنت عريانا، كنت، يعني هو، يعني مش فلان ده اللي هو فلان باسمه، لا ده يسوع اللي محتاج. يبقى محبتك للآخرين هو ايه؟ لما تخدم الناس ديت انت بتعمل ايه؟ انت بتسكب طيب نردين خالص الثمن كتير على قدمي يسوع. يا ريتنا احبائي، يعني أنا حزين قوي الزمن ده، كنا زمان نستنشق على حد يجي يوعظ، ونستنشق على أسقف لما يجي يكون في نهضة، ونسمع أن الأسقف الفلاني والأسقف العلاني يجي، أو الكاهن الفلاني والكاهن الفلاني، أو واحد بيجي من الصعيد، نبقى فرحانين جدا ونجري نحضر نهضة العدل 15 يوم، وإحنا فرحانين جدا، لأن ما كانش فيه أي وسائل الاتصال اللي هي موجودة دلوقتي. دلوقتي الدنيا اتملت ايه؟ كلام، والوعظ بقى معاد ومقرر، واللي بيقولوا أبونا فلان بيقولوا سيدنا، بيقولوا فلان وعلان، عمالين نكرر. أبونا امبارح كان يتكلم بالمحبة، وأنا اتكلمت النهاردة عن المحبة، كلام متكرر. هنطلع من الكنيسة، هنطلع من الكنيسة ناسيين، هيخلص العيد هننسى كل اللي اتقال، ونرجع لحياتنا زي ما احنا.
ونيجي الكنيسة وقاعدين بالكم ناسيين قارورة الطيب، لابسين على أحسن موضة ومتزوقين زي الفل وطالعين من تحت الكوافير 100% ومتزوقين ومحضرين نفسينا، وتبص تلاقي الأشكال اتقلت بدل ما الناس قاعدة مدراتي محتشمة وجميلة، ويوم العيد تلاقي البهرجة اللي ما بعدها بهرجة. جايين إيه؟ جايين ليسوع نتناول. يسوع مش عايزكم، يسوع مش عايزكم، يسوع مش عايز الأشكال ديت، يسوع عايز القلوب، عايز الإنسانة اللي عارفة نفسها، عارفة إن جسدها هيكل يسكن فيها الروح القدس، ليست بالبهرجة ولا بكوافير ولا بالتزويق ولا باللبس ولا بالريحة اللي احنا بنحطها، ريحة القلب، ريحة أعمالك الحلوة. هو ده اللي بيشمها يسوع، مش بيبص عينين الإنسان تبص للخارج، أما الرب فانظر إلى القلب. أعطيني قلبك يا بني ولتلاحظ عينك ترؤي. أتمنى نعلم ولادنا وبناتنا وإحنا أولهم إزاي يبقى القيامة صح، إزاي أحتفظ بريحة الطيب اللي حطيتها على قدمتها للمسيح في أسبوع الألام بنسكيات معينة بكل واحد على مقدرته بصلوات. وخايف أقول إن إحنا بنطلع من الكنيسة نطلع نجري على البيوت نفتح التلفزيونات نتفرج على مسلسلات رمضان، تبقى مصيبة سودة. يبقى لا يسوع ولا غيره، ده إحنا عايشين في كوكب آخر. لما يكون في أسبوع الألام وساعة لربك وساعة لقلبك، إيه ده؟ أو نطلع من الكنيسة ونطلع ونشد في بعض ونتعارك مع بعض وناكل في بعض. صوم إيه؟ قال لهم في العادة صوم إيه؟ ذبايح إيه؟ قال لك اتخمت من ذبايحكم، أصوامكم غير مقبولة، خليت السماء عبارة عن نحاس. حبايبي لازم ناخد بالنا، ناخد بالنا من حياتنا ومن تصرفاتنا. هل أنا ساكب طيب ولا أنا جاحد زي يهوذا؟ ربنا يدينا أن نكون ساكبين طيب دايما للمسيح، قلبنا وحياتنا كلها تكون قارورة طيب تقدم للمسيح للمجد، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لبد أمين.